وعقد المكتب على مدار العام 29 ورشة عمل ويوم الدراسي، ونشيد بهذه الهمة العالية والتفاني والإخلاص في العمل الذي هي إطار الشاشة التي تطل وجوهنا عبرها. ورجيني كيف بدك تصوري؟ إلي شهر بعلم فيك. بس ما حكيت لي شو في أماكن جميلة في فلسطين أصور فيها؟ أصور الصورة الصح، علمني. هذه الشغلة ما حدا بيقدر يعلمك عليها. حاضر يا بابا، رح أصير صحفية شاطرة. لابد حزنك ينتسى ولحبابي يلتموا وليموني لي حفراقك منا. على عيني جفاكم يا الغوالي. في هذا اليوم، يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي نسجله كلمسة وفاء من الحكومة الفلسطينية لتضحيات وعطاءات الإعلاميين الفلسطينيين وتقديرا لدورهم في خدمة قضيتهم الوطنية ورسالتهم المهنية، في هذا اليوم أسرنا أن يكون الاحتفال مميزا بهذا الأوبريت الفني بعنوان كاميرا وقلم، والذي يجسد كافة المعيقات والعقبات والتحديات التي تقف في طريق مهنة المتاعب، والتي يسجل الاحتلال باعتباره المنتهك الأول لكافة حقوق الصحفيين. هذا الأوبريت سيعطي لمحة مما يعانيه الصحفي الفلسطيني في ميدان العمل. لقد شكل الإعلاميون الفلسطينيون على الدوام الزميلة الصحفية هيلانا البحيصي.